نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا مستشار مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز مؤتمر ومعرض مستقبل العمل تحت عنوان التحليل وإدارة الموارد البشرية في العالم الافتراضي، والذي تنظمه جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية بحضور عدد من الشخصيات المهمة وبمشاركة نخبة من المتحدثين وخبراء التدريب وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج مملكة البحرين. وأكد ميرزا أن العالم الافتراضي بات الطريقة المستقبلية للعمل، حيث ينطوي هذا التحول على آثار كبيرة لقادة الموارد البشرية، كما يقع على عاتقهم قيادة هذا التغيير وتسخير خبراتهم وإمكانياتهم للوصول إلى الأدوات اللازمة لهذا الغرض. المؤتمر يتحكي عن بيئة العمل في المستقبل، وكيف الأخصائيين في الموارد البشرية يقدرون يستفيدون من المعلومات المتوفرة في طريقة أن تساعدهم في التوظيف، في إبقاء الموظفين، في أن يشوفون من اللي عنده يعني مجال للتوسع في المستقبل. فالمعلومات اللي يستقونها مبنية على أساس علمي مو تخمين، فهذا بيساعد في تطور العملية بالنسبة للموارد البشرية. اليوم كل الدول تمتلك موارد، لكن جميع الموارد تتناقص من نفط ومياه وبحار وإلى آخره، إلا الموارد البشري، العقول البشرية هو الرأس المال. وهذه حتى احنا في رؤيتنا مملكة البحرين، الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة تركز على الإنسان المواطن البحريني. لذلك يجي هذه المؤتمر سنويا، في مؤتمراتنا نركز على موضوع مهم. طبعا موضوع المؤتمر هو مستقبل الأعمال، مستقبل العمل، كيف بندير الأعمال من خلال مواردنا البشرية، فكيف احنا نعيد تشكيل وتفكير مواردنا البشرية سواء قيادات او في الصفوف الوسطى او في صفوف الدنيا عشان ندير الأعمال بكفاءة عالية، وبالتالي نتقدم البلد وتتقدم المؤسسات وتقدم الأفراد. بالنسبة حق الذكاء الاصطناعي، هو علم مو بجديد، هو علم قديم وكان يتطور مع الوقت، لكن استخداماته تم تزيد وتقل مع الوقت. ابتدوا الناس يشوفون فوائد استخدامه أكثر وأكثر وأكثر، والحين العلوم التكنولوجية بالذات قاعدة تتطور بسرعة مذهلة، بحيث أن ما تقدر أي مؤسسة سواء ربحية غير ربحية حكومية أن تتجاهل هذا العلم الجديد، لأنه هو أصبح مؤثر، وأصبح مؤثر في الأشخاص، في إنتاجيتهم، في إنتاجية المؤسسة ككل. طبعا موضوع المؤتمر عن دور الذكاء الصناعي في الموارد البشرية جدا مهم، لأن مستقبل الموارد البشرية يكون عن طريق الذكاء الصناعي فقط. التوظيف، التدريب، موضوع استكشاف المواهب يكون عن طريق جمع البيانات وعن طريق الخوارزميات في الذكاء الصناعي، بحيث أن نقدر نطور في المنهجية. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. تواصل هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية في المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني تخطيط، والتي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والبالغ عددها 11 خدمة، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لضمان تحقيق التحول الإلكتروني في تقديم خدمات تخطيطية عالية الجودة بما يواكب احتياجات ومتطلبات البيئة العمرانية في مملكة البحرين. وتعمل الهيئة على
الانتهائي من تخطيط 96 منطقة غير مخططة بنهاية عام 2024، والتي تشكل نسبتها 10% من مساحة البحرين الإجمالية. كما وتعمل الهيئة على وضع الاشتراطات التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم عملية التعمير، وذلك من خلال تحديد الملامح العمرانية للعقارات الواقعة ضمن التصانيف المختلفة مثل نسب البناء والارتدادات القانونية، كما يتم فيها تحديد سقف الارتفاعات ومعايير مواقف السيارات، مما يحافظ على الطابع العمراني والنسيج الاجتماعي لمختلف المدن والقرى في المملكة. هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تدشين 33 خدمة تخطيطية منذ 2021. لحد الآن دشنا 11 خدمة تخطيطية من خلال المنصة. هدفنا من خلال تدشين الخدمات التخطيطية تقليل المعاملات الورقية وتقليل المدد الزمنية لإنجاز الطلبات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الطلبات. بهدف التسهيل على المستثمرين الكرام، قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالقرار رقم 93 لسنة 2023، واللي تم من خلاله تحديث أبرز التعديلات في الاشتراطات، تتضمنها التعديل على زيادة مساحة التعمير، وذلك من خلال تقليل الارتدادات القانونية وزيادة النسبة التجارية لمحطات البترول. حاليا يوجد 12 مخطط في مرحلة الاعتمادات النهائية و14 مخطط تزالت في مرحلة التخطيط، وإن شاء الله بننتهي من اعتماد جميع المخطط.